السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعينا الكرام. بونجور اتوس، بونجور ميزامي، ومرحبا في هذا الفيديو الجميل الذي فيه 9 كتب من أفضل الكتب التي أحببنا مشاركتها دائما معكم لتعلم اللغة الفرنسية وتعلم كل ما يخص ذلك من قواعد، جمل، محادثات وغير ذلك، وبعض تقنية الكتابة وغير ذلك. تشاهدون كل هذا في مراحل الفيديو. في كل مرحلة نشرح كتابا ونضع الروابط، روابط التحميل أسفل الفيديو، ونتمنى لكم دائما كامل التوفيق. كما قلنا، في كل مرحلة نشرح كتابا في بضعة ثواني مع بعض الصور التي تشرح الكتاب وتظهر محتواه. وإليكم مراحل الفيديو. هناك من لا يستطيع أن يكتب حتى سطرين باللغة الفرنسية عندما يتعلق الأمر بكتابة موضوع أو إنشاء une expression écrite. Alors, dans cette vidéo, on vous propose des modèles pour bien écrire une expression écrite. ونقترح عليكم في هذا الفيديو نماذج جاهزة لكتابة أي إنشاء باللغة الفرنسية. كل هذه النماذج نماذج كثيرة جدا في كتاب واحد، كلها نماذج رائعة جدا. يمكنك أن تكتب نص عبارة عن رسالة، يمكن أن تكتب نص عبارة عن موضوع مقسم إلى الانترودكسيون المقدمة ولو سوجي العرض إلى كونكليزيون الخاتمة، نص عبارة عن هذا الشكل، ويمكن أن تكتب أي نص تريده بشكل سهل جدا. إليكم هذه النماذج الكثيرة جدا في هذا الكتاب الرائع للتحميل. رابط تحميله أسفل الفيديو أو في الوصف، ونضع أيضا الرابط في أول تعليق. كتاب Guide pratique de la communication sans acte de communication plus 57 dialogues. كتاب من خيرة الكتب نختار لكم ومشاركته معكم في هذا الفيديو، من أروع الكتب التي تحتوي على 100 مشهد تواصلي. هو كتاب مصور وجميل جدا، يعلم بشكل رائع وبدروس شاملة جمل التواصل، ويشرح لك فهم الكثير من القواعد وتحفظ الكثير من جمل الحديث. كتاب جميل جدا، يمكنكم الاستفادة منه وتحميله PDF، حجمه 9 ميجا فقط. كتاب رائع جدا لا يوصف فعلا، ووجدنا بأنه من الضروري مشاركته معكم. لذلك هذا فيديو خفيف جدا، ونضع لكم رابط تحميل هذا الكتاب الرائع في النهاية، ونعطيكم موجز بسيط. فعلا هو كتاب رائع جدا لا يوصف، كتاب أوتيل بور لو فرونسي 900 اكزرسيس، يحتوي 900 تمرين اللغة الفرنسية، وأيضا يحتوي دروس رائعة في الجرامير والأورتوغراف والكونجوجيزون، في قواعد اللغة الفرنسية وفي تصريف الأفعال، وأيضا يعطيك دروسا في الكتابة الأورتوغراف وكيف تكتب بدون أخطاء بإذن الله. كتاب رائع جدا. حوارات ومحادثات رائعة جدا للتحدث في مختلف الحالات والأماكن باللغة الفرنسية. والجميل أيضا في هذا الكتاب أنه بعدما يطرح لك حوار معين يقوم بشرحه وتفصيله وشرح الجمل، هل هي للاستفهام، هل هي لطرح السؤال، ويفسر لك تلك الجمل لماذا تطرحها وكيف تتحدث باللغة الفرنسية. كتاب جميل جدا، نضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو أو في الوصف، وأيضا تجدون الرابط في أول تعليق. لا تفوت تحميل هذا الكتاب الجميل جدا.
هذا القاموس يشرح بثلاث لغات، ويمكن للمتعلم عبر هذا القاموس أن يضرب عصفورين بحجر واحد، هو قاموس عربي إنجليزي فرنسي، ويشرح الكلمة الفرنسية باللغة العربية ويشرحها باللغة الإنجليزية، وهنا يمكن أن تتعلم مفردتين في نفس الوقت وتتعلم الإنجليزية والفرنسية في نفس الوقت. قاموس رائع جدا، ويشرح الكلمات بجمل يعني بتفسير طويل جدا. إليكم هذا الكتاب الجميل جدا الذي هو بعنوان 100 يوم لتجنب القيام بأي خطأ في اللغة الفرنسية، وفعلا محتوى هذا الكتاب جميل جدا ويستحق المشاركة، لذلك نريد مشاركته معكم. يشرح في 100 يوم، ويمكنك بطبيعة الحال قراءة الكتاب بسرعة بدون استغراق كل هذا الوقت. فالكتاب بفكرته يحاول أن يعطيك درسا كل يوم، أن تقرأ صفحة وأن تقرأ درسا كل يوم حتى ترسخ ما تعلمته في ذلك اليوم، ثم في اليوم الموالي تقرأ صفحة أخرى. لكن بطبيعة الحال يمكن أن تتعلم صفحة بعد صفحة في وقت وجيز، أنت وقدرتك على التعلم. أيضا هذا الكتاب هو باللغة الفرنسية، ونحن ننصحكم أيضا بمحاولة التعلم باللغة الفرنسية، فنحن دائما ما عودناكم على القناة بالتعلم باللغة العربية بنسبة أكبر حتى نساهم في مساعدة الكثيرين ممن لا يستطيعون تعلم اللغة الفرنسية، ونخالف دائما الموازين الموجودة في المدارس عندما يتم تعليم اللغة الفرنسية بالفرنسية فيجدون صعوبة كبيرة جدا. نحن نحاول دائما قلب تلك الموازين، ونحاول إيصال المعلومة بالطريقة الأسهل، ونسعد دائما عندما نجد تعليقاتكم بأنكم تتعلمون معنا. حاولوا استخدام القاموس الذي نشاركه معكم دوما، هناك قواميس شاركنا على القناة، ويمكنك تحميل قاموس فرنسي عربي حتى تستطيع فهم الأسئلة، فهم ما يقال، فهم الجمل، فهم كل ذلك بطريقة مبسطة، وتحاول فهم محتوى هذا الكتاب والكتب التي نشاركها دائما. من منا لا يعرف قاموس مون ديكسيونير اون ايماج، مون بروميير ديكسيونير اون ايماج؟ هذا القاموس الرائع الذي يعرفه الكثيرون والذي درس فيه الكثيرون، ولمن لا يعرفه فهذا القاموس، لاحظوا معنا في الصور كيف يقوم بشرح الكلمات، كل كلمة وكل مصطلح يقوم بشرحه بطريقة رائعة عبر صور، مثل مثلا بريلي يقوم بوضع صورة اشتعال ويعطيك أيضا الشرح، فستفهم الكلمة وتتذكرها بالصورة التي شاهدت التفسير معها، طريقة رائعة جدا. هذا القاموس من أروع القواميس على الإطلاق، قاموس فرنسي، وأيضا يشرح بالصور ويشرح بجمل مع صور، طريقة رائعة جدا. لاحظوا معنا تفسيرات الكلمات التي تظهر لكم في الشاشة، وأيضا هناك الترتيب الأبجدي حيث يمكنك إيجاد أو يمكنك إيجاد الكلمة التي تريدها وتريدينها بسرعة عبر متابعة الترتيب الأبجدي. وهذا القاموس نضعه لكم بصيغة PDF أسفل الفيديو، إليكم الرابط، وأيضا في أول تعليق